طبعا لما بنتكلم على الليبلز على الكنترولز وعلى الكيبوردز وعلى الكيبادز دي مهمه جدا عشان تفاسيليتيت ايدنتيفاينج لوكيتنج اند فانكشنالي جروبنج يوزر ديسبلاي اند كنترول كومبوننتس. يعني مثلا احنا هنا زي ما احنا شايفين هنا ده كيبورد كويس، ده فيه ارقام انا حاططهم في جروب، يعني الليبل يعني مجرد حاططهم كده في مع بعض في مستطيل كده ولونه مختلف، يبقى انا كده عملت جروبينج لدول بشكل واضح جدا. لما بشوفهم كده على طول بربط دول كلهم ببعض ان هم حاجه واحده. اوكي طبعا لازم ان برضو الحاجات زي ما كنا بنقول لازم تبقى بيرمننت، والحقيقه لازم نتكلم برضو على يعني ان برضو لازم ان الماركينج بتاع الكنترول بوزيشنز يعني برضو مهم جدا علشان نادجست الميكانيكال كنترولز عشان نقرا الميكانيكال ديسبلايز. يعني ايه الكلام ده؟ يعني برضو لو اتكلم على عندي مثلا نب، اوكي نوب ده ميكانيكال نوب، ده بيتحرك ميكانيكالي. اوكي فالمفروض ان انا لما احرك النوب ده يبقى في عندي تدريج كده مرسوم قدامي، بحيث ان انا ابقى شايف اول السكيل بتاعي واخر السكيل بتاعي والستبس الموجوده بشكل واضح. اوكي ونفس الكلام بالنسبه لو عندي ميكانيكال ديسبلاي، يبقى نفس الكلام برضو بالنسبه لي واضح، يبقى عندي برضو الكتابه اللي عليه تبقى واضحه بحيث ان انا اقدر اقراها بشكل بسيط او بشكل سهل. لو بتكلم على الميكانيكال ديسبلاي مثلا بتكلم على لو بتكلم على ابره مثلا وبتتحرك مثلا، يعني ممكن ان انا برضو لازم يبقى عندي سكيل واضح برضو بحيث ان انا اقدر اقراها بشكل مظبوط. طبعا البوزيشننج بتاع الليبلز وان انا احطهم لو كانوا ماونتد مثلا لازم يبقوا ماونتد بشكل مظبوط بحيث ان هم يبقوا نير اباف ليبل اليمنتس، يعني بمعنى ان هي يعني فوق الاليمنت اللي انا بتكلم عليه او فوق الكنترول اللي انا بتكلم عليه قريب قوي منه، يعني فوق بس قريب، يعني ما يبقاش في مسافه كبيره بينهم وبين بعض عشان اقدر اربط ده بده على طول. لو انا ده عليته شويه، لو الكلمه بتاعت برايمري دي عليت شويه بقت هنا مثلا، بقى دلوقتي بقت بين ده وبين ده، ما بقتش عارف دلوقتي انهي واحده فيهم بتبقى ايه لا علاقه بالموضوع ده، يعني ما بقاش عارف الليبل ده هو بتاع اللي تحت ولا اللي فوق. ف يعني بتكلم برضو على طبعا اتفقنا قبل كده لازم بوزيشن فور فيزيبيليتي وريدابيليتي، يعني يبقى سهل جدا ان انا اقراهم. وبتكلم على التيبيكال فيوينج انجلز عشان ابقى برضو متوقع مثلا ان اليوزر بتاعي هيبقى مسافه معينه، والمسافه المعينه دي جيفن الحجم بتاع الحاجه اللي انا هقراها اقدر احدد الفيوينج انجلز بتاعتي بتساوي كام بالظبط. لازم امنتين فيوينج انجلز مينيموم 12 وممكن اعلى بقى لغايه مثلا 22 او حتى 24 عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى الحاجه بتاعتي تبقى واضحه، بس طبعا ابقى عارف ان انا بيلو 12 minutes of arc viewing angle بيبقى عندي صعوبه شديده ان انا اقدر اشوف الحاجه دي بشكل واضح واقدر اقراها بشكل سليم. طبعا لازم برضو الليبلز بتاعتي دي تبقى separated by sufficient spaces، يعني ما ينفعش مثلا ان انا يبقى عندي الحاجات كلها لازقه ببعض خالص كده بحيث ما بقاش قادر اقرا الحاجات دي عباره عن ايه. اوكي يعني مثلا هنا ستارت وستوب واضح ان في ستارت وستوب، يعني ده زرار ده توجل مثلا، يعني زرار مره ادوس عليه يبقى ستارت ومره ادوس عليه يبقى ستوب، نفس الكلام اون اوف المسافه اللي بينهم مخليني اقدر اقرا المسافتين او اقرا كلمتين من غير ما يبقى عندي اي مشكله. فالسفيشنت سبيس طبعا مهمه جدا عشان اقدر اقرا الليبل ده بشكل سليم.